السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله المحاضرة السابعة، وهي بكمل فيها جزء المانيبوليتور جاكوبيان اللي هو أخدناه في المحاضرة رقم 6. وهي محاضرة النهاردة إن شاء الله كلها حل مسائل اللي هو الأسايمنت اللي كان معانا، وإن شاء الله هتلاقي الموضوع أصلا بسيط جدا في المانيبوليتور جاكوبيان. اللي إحنا أخدناه المرة اللي فاتت كان بيتكلم على إزاي تقدر تجيب حاجة تجيب لك علاقة ما بين السرعات بتاعة الإند إفكتور اللي هو سميناها زيتا، وقلنا ان زيتا ده كان فيكتور عبارة عن 6 في 1، وكانت المكونات بتاعته اما انها لينير فيلوستي او انجلر فيلوستي، السرعة اللي هي الخطية بالعربي والسرعة الدورانية بالعربي برضو، بس اللي هي خاصة باللينكات بتاعت الاند فيكتور. الفي قلنا اللي هي سرعات اكس دوت وواي دوت وزد دوت، والاوميجا دي نفس الحكاية بس اسمها اوميجا اكس واوميجا واي واوميجا زد. واتفقنا ان مهما كان عدد الديجري اوف فريدم بتاعت المانيبليتور، الزيتا ده حاجة ثابتة اللي هو 6 في 1، حاجة ثابتة كمكونات، اللي مش موجود تحط مكانه بصفر لكن بتحافظ على وجوده زي ما هو. الحاجة اللي احنا كنا بنجيبها عشان تجيب للسرعات دي كان اسمها الجاكوبيان. والعلاقة التانية، يعني الحاجة التانية اللي انا كنت بربط بيها، هي كانت سرعات الجوينز بتاعتي، المتغيرات بتاعتي كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 لحد كيو ان دوت. دي سرعات الجوينز اللي عندي، سواء كانت بقى ريفوليوت او بريزماتيك جوينت. فكان المحاضره اللي فاتت كلها متركزه ازاي اقدر احسب الحاجه دي اللي انا اصلا ما كنتش عارف ايه هي، وبعد كده عرفت ان هي ماتريكس. الماتريكس دي الدايمنشنز بتاعتها 6 في ان، لان السرعات بتاعه المانيبليتور الفيكتور ده هو ان في 1، فبالتالي الحاجه اللي بتجيب العلاقه ما بينهم بالضروره هي ماتريكس والدايمنشنز بتاعتها 6 في ان. واتفقنا ان الماتريكس دي بتتقسم برضو نفس الحال لجزء بيتكون او بيتكلم على السرعات اللي هي اللينير والسرعات الانجلر. فكان في حاجه اسمها اللينير جاكوبيان الجي في، في حاجه اسمها الانجلر جاكوبيان الجي اوميجا، وخدنا طريقه حساب الاثنين. اتفقنا ان موضوع الجاكوبيان بيبدا بان المساله جالك اصلا فاضيه، يعني جالك مانيبليتور ما تعرفش عنه حاجه خالص، ما تعرفش عنه حاجه اللي هو ايه، يعني مفيش كوردينيتس محطوطه عليه وانت مطلوب منك انك تاساين الكوردينيت. فخطوه رقم 1 في التعامل مع مساله الجاكوبيان ان انت بتاساين الكوردينيتس الموجوده عندك. باساين الكوردينيتس ازاي؟ باستخدام الدي اتش 1 والدي اتش 2، وما تنساش ان هما زائد، يعني الاثنين لازم يحصلوا مع بعض. بعد ما بتحط الكوردينيتس بتاعتك وفقا للقاعدتين دول، بتبدا تحسب الدي اتش بارامتر، هتجيب لي الجدول اللي انت خدته المره اللي فاتت واللي قبلها، يعني في المرتين اللي فاتوا اللي هو الجزء الخاص بيه دكتور عبد الله. بعد ما انت جبت الدي اتش بارامتر، مطلوب منك تجيب لي التوتال ترانسفورميشن ماتريسيز اللي هي التي ان تو زيرو، وبعد كده اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. هو الحقيقه اللي انت كنت بتعمله في جزء الفورورد كاينماتكس ان انت بعد ما بتعمل بتحط الكوردينيتس بتاعتك وبتحسب الماتريسيز من الدي اتش تيبل، كنت بتجيب اي 1 واي 2 لحد اي ان، وبتكتفي انك بتجيب لي التوتال ترانسفورميشن ماتريكس تي ان تو زيرو اللي هي بتنقل من الاند افكتور للاوريجين. مطلوب بس منك كمان، يعني لو افترضنا ان المانيبليتور بتاعك ده كان 3 ديجري اوف فريدم، فانت دي كانت هيبقى اسمها تي 3 تو زيرو، هتجيب لي كمان التي 2 تو زيرو وتجيب لي التي 1 تو زيرو. طبعا التي 1 تو زيرو اللي هي الماتريكس الاولى اللي هي الخاصه بالاي 1، طبعا هي اسمها اي 1 بس مش هتحط معاها حاجه تاني، و يعني دي كده اللي هي اي 1. والتي 2 تو زيرو اللي هي عباره عن اي 1 في الاي 2، والتي 3 تو زيرو بتاعت الاند افكتور بقى اللي هي كل الماتريسيز مضروبه وتراعي الترتيب بتاع الضرب بتاعك. لحد هنا ده كان فورورد كاينماتكس، ما عملناش لسه حاجه جديده يعتبر. يعني الجديد بقى عشان تكون الماتريكس بتاعت الجاكوبيان اللي انت بتدور عليها، ان انت هتجيبهم واحده واحده، الجي في لوحدها والجي اوميجا لوحدها. تبدا باللي انت عاوزه، انا هبدا بالجي اوميجا لانها سهله، بس انت حر في البدايه بتاعتك. الجي اوميجا احنا بنريحك وبنقول لك لو المانيبوليتور بتاعك ده فيه بريزماتيك جوينت، روح دور على مكانها فين وحط مكانه ثلاث عمود بثلاث اصفار. البريزماتيك جوينت ما بتلفش، فبالتالي ملهاش انجلر فيلوستي، يا ما بتلفش اصلا، ملهاش سرعه دورانيه، فبالتالي مكانها ايا كان هتحط مكانه الثلاث اصفار. لو كانت اول جوينت، وخد بالك من اول جوينت، لو كانت اول جوينت في المانيبليتور اللي هي اللي مرسومه تحت كده خالص، ماشي، لو كانت دي ريفوليوت جوينت هتحط مكانها 001. ليه؟ لان الطبيعي ان الروتيشن
البيزك روتيشن بتاعتي الاولانيه خالص اللي هي 1 0 0 وبعد كده 0 1 0 وبعد كده 0 0 1 فدايما بتبقى 0 0 1. اي بقى جوينتس بعد كده اي ريفوليوت جوينت عايز تجيب لها الجي اوميجا بتاعتها اللي هو السرعه الدورانيه بتاعتها الانجلر فيلوسيتي بتاعتها هتطبق عليها القانون اللي هو الار اي ناقص 1 مضروبه في 0 0 1. باختصار هتروح تجيب الروتيشن ماتريكس بتاعه الفريم بتاعها وتاخد العمود الاخير اللي فيه الجي اوميجا كده بتكون خلصت. ودي يعني انا بحسها سهله وكويسه. والجي في كمان يا جماعه الجي في عشان تجيبها محتاج انك تجيب التوتال ترانسفورميشن ماتريكس هي تي ان تو زيرو. طب وبعد ما بجيبها تروح تاخد اخر عمود موجود عندك المكون الاولاني فيه اسمه اكس هتفضله مره بالنسبه للمتغير الاولاني 6 1 ومره بالنسبه ل 6 2 ومره بالنسبه ل 6 3 لحد ما تخلص الفاريبلز اللي عندك. بعد كده تاخد المتغير الثاني اللي هو الواي الكومبوننت الثاني قصدي في العمود وتفاضلها برضو بالنسبه ل 6 1 و 6 2 و 6 3 لحد 6 ان. وبعد كده هتاخد الاخيره خالص اللي هي الزد وتفاضلها كذلك بالنسبه ل كيو 1 كيو 2 كيو 3 لحد ما تخلص. خلصت كده الجي في وخلصت الجي اوميجا تحطهم في الجاكوبيان وما تنساش ان ترتيب الجاكوبيان الانجلر تحت يعني انت بدات بيه بس هو مكانه تحت والجي في هو اللي فوق. وانا قلت لكم ان في طريقه تانية بحسب بيها الجزء اللي هو اللينير جاكوبيان ودي انا هحل لكم عليها مره واحده بس مساله انا بحسها يعني لحد ما طويله وممكن ناس تتلخبط فيها بس هي سهله وهحل عليها مساله. بتقول لك ايه الطريقه دي ان عندك لو انت عاوز تجيب اللينير فيلوسيتي بتاعه البريزماتيك جوينت برضو هتجيب الروتيشن ماتريكس بتاعه الجوينت اللي انت واقف عندها. يعني لو افترضنا ان الجوينت دي كانت رقم 2 ماشي يبقى انا يعني انت عندك هنا الجوينت دي رقم 2 يعني الفريم الثاني يعني فانت هتروح تجيب الروتيشن ماتريكس بتاعه 2 ناقص 1 يبقى بتاعه ار 1 تو 0. لما تجيب ار 1 تو 0 ونضربها ب 0 0 1 يعني من الاخر بقول لك خد لي اخر عمود منها. طب لو كانت الجوينت بتاعتك سوري دي بريزماتيك دي بريزماتيك يعني دي دي 2 وديت هتبقى دي 2. لو كانت بريزماتيك جوينت ماشي يبقى انت هتجيب افترض مثلا هي كانت البريزماتيك رقم 4 دي 4 يبقى انت هنا هتشيل الاي وتحط مكانها 4 يبقى انا عايزه الروتيشن ماتريكس ار 4 ناقص 1 تبقى 3 ار 3 تو 0. هتجيبها وتاخد العمود الاخير فيها وتحطه ده اللينير فيلوسيتي بتاعت البريزماتيك جوينت. امال المشكله موجوده فين؟ موجوده انك ازاي تحسب اللينير فيلوسيتي بتاعت الريفوليوت جوينت. خليك فاكر اول سلايد قلناها المره اللي فاتت لما كان عندنا لينك كده كان ريفوليوت وده كان الاند افكتور وكنا بنقول دايما ان السرعه اللينير ماشي بتساوي الانجلر فيلوسيتي مضروبه في الار وكنا بنقول ان الار ده اللي هو بنسميه طول القوس يعني هي بتتحرك كده ماشي فده الطول بتاع القوس بتاعي فسرعه الدوران دي ماشي سرعه الدوران بتاعتي هضربها في الطول بتاع القوس ده تديني السرعه الخطيه. طب وده انا اجيبه ازاي؟ عايز تجيب الطول بتاعه الفرق بين الفريمز انت عارف الفريم ده وعارف الفريم ده يبقى لما تطرحهم من بعض يبقى انت هتجيب الطول ده. طيب الفريم ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه او اي ناقص 1 ما هي الجوينت بتاعتك انت هتاخد الفريم اللي هو القبلية. يعني مثلا لو دي جوينت 2 فانت بتتكلم عن فريم 1 جوينت 3 فريم 2 وهكذا. والاند افكتور الفريم بتاعه ثابت اللي هو اسمه ان فالار بتاعتك هي الفرق ما بين الاو ان تو زيرو اللي هو الفريم بتاع الاند افكتور ناقص الفريم بتاع الجوينت اللي انت بتتكلم عنها. يعني لو ده زي ما قلت لك لو دي جوينت 2 يبقى ده فريم 1 جوينت 3 فريم 2 اند سو اون. طيب الاكس المحطوطه ديت مش اكس عاديه ده كروس برودكت يمكن هي دي الصعوبه الوحيده اللي موجوده في الحته دي فانت بقى حر عاوز تعمل الطريقه دي انا كده كده هحل عليها مساله انت حر مش عايز ممكن طريقه التفاضل وانا برجعها لانها اسهل بس زي ما بقول انت حر في الاختيار بتاعك. والانجلر جاكوبيان سهل زي ما انتم شايفين كده ما فيش في اي مشكله لو بريزماتيك اصفار لو ريفوليوت بجيب الروتيشن ماتريكس بتاعت الجوينت واخد اخر عمود موجود فيها. ده الطريقه اللي انا حليتها واللي انا شرحتها في اول سلايد النهارده. مساله جات لك هنا على طول اول اتنين هحاول ان انا احل معاكم ان شاء الله الدي اتش علشان لو اجيب التيبل بعد كده هنبدا نحط التيبل والماتريسيز مباشره عشان ما نضيعش وقت فيها. جالك مانيبليتور بالمنظر ده المفروض لو جالك هيجيلك اللي هي الاسطوانه والمكعبات دي من غير ما يكون عليها اي كوردينيتس خالص وحضرتك اللي بتحط الكوردينيتس. وارد ان انا اجيبها لك جاهزه بالكوردينيتس كل حاجه وارده. المهم ان مساله الجاكوبيان هسالك صراحه على الجي الجاكوبيان هقول لك هات لي الجاكوبيان.
فهنا خطوه رقم 1 هاساين الكوردينيتس الحمد لله محطوطه. خطوه رقم 2 هات الدي اتش بارامتر. عشان اجيب الدي اتش بارامتر انت عارف ان الاي اي بتقراها عند الاكس اي. انت حر بقى، انا اكتب كده زي هنت لنفسي فوق علشان ما تلخبطش. والالفا بقيس الدوران حوالين الاكس اي، والزد والدي اي بقيس الطول حوالين الاي ناقص 1، والثيتا اي بقيس الطول حوالين الدوران حوالين زد سوري اي ناقص 1. يعني ده هنت لنفسي. انا دلوقتي عايز اجيب الاي 1. الاي 1 يبقى انا هروح عند الاكس 1 اللي هي دي، ماشي، ادي الاكس 1. وانا المطلوب مني ان انا اجيب الطول او الكومن نورم. هو الاي دوت اللي هو بيسموه الكومن نورم، يعني الحاجه المتعامده على حاجتين. كومن نورم عندي خطين وعايز اجيب العمود اللي ماشي على الاثنين، يعني عمودي على الاولاني وعمودي على الثاني. فالكومن نورم بتاعي الموجود هقراه المسافه، يعني هقراها كمسافه على الزد من زد نود على اكس، قصدي اكس 1 من زد نود لما لزد 1. طبعا زد نود وزد 1 متطابقين على بعض، فما فيش ما بينهم عمود، هما اصلا واقعين على بعض. فالاي 1 بتاعتي بصفر. طيب والاي 2، الاي 2 هقراها من على اكس 2، ادي اكس 2 اهي ماشي، وبرده نفس الحكايه من زد 1 لزد 2. زد 1 وزد 2 متعامدين، ما فيش ما بينهم عمودي، هما متعامدين مع بعض. فتبقى هنا الاي بتاعتي بصفر. الاي 3 اللي انا عاوزاها هقراها من على اكس 3، ادي اكس 3 اهي، وكذلك زد 2 متطابقه على زد 3، فما عنديش اي 3. طيب الالفا، الالفا 1 هقراها من على اكس 1 اهي، الزاويه من زد نود لزد 1، زد نود وزد 1 واقعين فوق بعض، ادي زد نود اهي وزد 1 واقعين فوق بعض، يبقى الزاويه بتاعتي بصفر. طيب الفا 2 هقراها على اكس 2، ادي اكس 2 بتاعتي، من زد 1 لزد 2. انا مش هنقلها، انا هرسمها كده عشان بس اعرف احسبها، لكن انا مش نقلها عشان ما حدش يفتكر ان دي غلطه. ان دي غلطه قاتله، مش نقل، ان هي ما بتتنقلش في الوضع اللي هي فيه دي، ما بتتنقلش، هي محققه دي اتش، فانا مش هنقلها، انا بس بتخيل عشان اعرف احسب الزاويه. فدي هنا زد 1 ماشي، وده زد 2، وانا مطلوب مني اعرف الزاويه دي كام. الزاويه واضحه وسهله ان هي 90 درجه ماشي، مش محتاجه كلام، انا بس عايز اعرف واتاكد من الاشاره. اشارات الزوايا بتتحدد بقاعده اليد اليمنى. قاعده اليد اليمنى بتقول لك ان الابهام بتاعك بيكون موجود، هو الابهام بتاعك موجود على الاكس 2، والمفروض ان حركه راحه الايد او الصوابع بتاعتك بتتحرك من الصغير للكبير، يعني من زد 1 لزد 2، اللي هي زد اي ناقص 1 لزد 2. لو الحاله دي متوفره عندك يبقى الزاويه بتاعتك بالموجب، مش متوفره تبقى بالسالب. يبقى لازم ان الابهام يكون محطوط على محور الدوران، وراحه الايد بتاعتك بتتحرك من الزد الصغيره لزد الكبيره، زد الصغيره للكبيره يعني القديمه للجديده. يعني لو ده اتحقق عندك الزاويه موجبه. لو انت حطيت الابهام بتاعك على اكس 2 هتلاقي ان راحه الايد في الاتجاه المعاكس، يعني علشان ادي صباعي هو الابهام بتاع ايدي اليمين محطوط على اكس 2، هلاقي ان اتجاه صوابع ايدي الثانيه راحه الايد بتاعتي ماشيه من زد 1 لزد 2 كده. يعني يا اما اخدها 270 درجه، يا اما اقول ان هي سالب 90 درجه. وانا شخصيا بفضل ان انا اعمل الحركه الثانيه، ان انا اخدها سالب 90، ما بحبش انا اللي هي حكايه ان انا اخد المكمله دي. طبعا هي صح، انت حر برضه، يعني انا عايزه اكد لك ان دي رياضه، فانت المهم ان انت تعبر بالطريقه اللي انت عاوزها بس تطلع في الاخر صحيحه. تشيك تاني اللي انت لو حركت ايدك، يعني انت في ناس بتعملها بالعكس، اللي هو لو راحت الايد، يعني تحط حركه الايدين بتاعتها وتشوف حركة الايد اليمين تحرك صوابعها اللي هي راحت الايد من زد 1 لزد 2، لو لقيت ان اتجاه الابهام مع نفس اتجاه محور الدوران يبقى الزاويه بالموجب. لو انت بقى حركت راحت الايد بتاعتك من زد 1 لـ2 هتلاقيه عكس اتجاه اكس 2، فعشان كده بالسالب. طيب وبالنسبه لالفا 3، الفا 3 تنقري من على اكس 3 وكذلك من زد 2 لزد 3 اللي هم واقعين فوق بعض. طيب وبالنسبه لدي 1، دي 1 هقراها من على زد 0، ادي زد 0 بتاعتي ماشي، خليني كده يعني افكركم بيها، ده كده زد 0 ماشي. ومكمله طبعا معاك لفوق، يعني ده المحور بتاعها، يعني انا عايز اقرا المسافه من اكس نود لاكس 1، في مسافه هي باينه اللي هي المسافه دي ماشي. طبعا هو ما بيحطلكش يا جماعه اطوال في الغالب عشان ما ينبهكش للنقطه دي، هو بيجيب لك المانيبيوليتور فاضي، لان هو الطبيعي انه بيجي لك فاضي، وانت بقى اللي بتبدا تقرر اذا كانت في مسافه ولا لا. فهو لو حاطط لك بمنتهى
ببساطه كده دي واحد او سمها لك ال واحد او اي حاجه، هو بطريقه ما بيقول لك ان في هنا مسافه يعني. فهنا ده دي واحد من غير ما يقول لي انا عايز اقرا المسافه دي واحد، يبقى عايز اقراها من على زد نوت اللي هي الزد اللي قبلها من اكس نوت لاكس واحد، ففي مسافه واضحه قدامي فانا هسميها دي واحد ماشي. وبالنسبه لي الجوينت الثانيه والثالثه دول بريزماتيك، يعني المتغير بتاعهم سيتا دي 2 ستار ودي 3 ستار. في ناس بتحب بس وليكن تقول لي دي 1 زائد دي 2 ستار، انا ما بحبش اعمل ده لسبب ان متغير زائد ثابت اوريدي متغير يعني، فيبقى انا كافي قوي ان انا اقول ان هي دي 2 ستار. طب بالنسبه للزاويه سيتا 1 ده دي ريفوليوت جوينت، فالريفوليوت جوينت يبقى لها متغير على طول اسمه سيتا 1 ستار. طيب اتاكد بقى كده اطمن من الزوايا الثانيه، سيتا 2 هقراها من على زد 1 ماشي، من على زد 1 من اكس نود لاكس 1، اكس نود واكس 1 متوازيين تبقى بصفر. بعد كده سيتا 3 هقراها من على اكس 2 من زد 1 لزد هقراها من على زد سيتا 3 هقراها من على زد 2 من اكس 1 لاكس 2، هقراها من هنا واكس 1 اكس 2 وستيل اكس 1 واكس 2 متوازيين يبقى تطلع بصفر. لما تاخد وقتك وانت بتحسب وبتحط الكوردينيتس احسن 100 مره من ان انت يعني ايه تحصل اي حاجه بعدين، لان ده الاساس بتاع الحل بتاعك. لو الاساس ده غلط كل اللي جاي بعد كده غلط، ان هي ما فيهاش فكره. تعتبر مساله الروبوتكس فكرتها في حاجات محدده، لما الغلطه بتيجي فيها خلاص يعني كده انت ضيعت المساله اصلا يعني. فانت تبذل مجهود في الدي اتش والجدول بتاعها. الخطوه الثانيه ان انت على طول تجيب الاي ماتريسيز. الاي ماتريسيز طبعا احنا اتفقنا ان بنجيب لك في معاك في الشيت بيبقى معاك الاي اللي هي القانون بتاعها يعني، وانت بتعوض بالارقام بتاعت اللينكات، فده موجود معاك. هتجيب A1 و A2 مش كده بس، هتروح تجيب كمان الترانسفورميشن ماتريسيز اللي هي انت عندك الجوينتس دي التلاتة، يبقى انت مطلوب منك تجيب T3 الى 2 الى 0 و T2 الى 0 وكمان T1 الى 0 اللي هي A1، فمفيش مشكلة خلاص انت كده جاهز انك تدخل بقلب جامد على مسألة الجاكوبين. كده انت جهزتها، فكل اللي جاي مش هياخد منك وقت. الجي بتاعتك هي الجي في على الجي اوميجا. ابدا باللي انت عاوز تبدا بيه، خلينا نقول الجي اوميجا عشان برضو صغيره وسهله. اول جوينت ريفوليوت يبقى هنحط 0 0 1، بعد كده بريزماتيك وبريزماتيك. بريزماتيك ملهاش سرعه دورانيه، ملهاش انجلر فيلوسيتي، فهحط عمودين باصفار. خلص الانجلر جاكوبيان. طب بالنسبه للينير جاكوبيان، اللينير جاكوبيان عشان تجيبه محتاج تجيب البوزيشن بتاع الاند افكتور ماشي. الاند افكتور ده اللي هو بتجيبه منين؟ هتجيبه من التي 3 لزيرو اللي هي من تي ان لزيرو. هو جايبها لك اهو، هو حسبها، هو ما جابهاش ولا حاجه، هو حسبها. هي ماتريكس 4 في 4، حضرتك هتروح على اخر عمود وتاخد اخر اللي هم اللي هو اول 3 ارقام موجودين فيه، فيبقى هو ده كده بتاعك اس 1 دي 3 سي 1 دي 3 ودي 1 زائد التي 2. دي الكومبوننت اكس دي الكومبوننت واي ودي الكومبوننت زد. بعد كده هفاضل، حط في بالك ان العمود الاولاني خاص بسيتا واحد، ممكن تكتب خط خفيف عشان ما تتحسبش ان دي حاجة من المكونات المصفوفة نفسها، والعمود التاني اسمه دي اتنين، والعمود التالت بيتكلم عن دي تلاتة. دول المتغيرات بتاعته. نقطة مهمة ما تنساهاش، ان لو في عندك اطوال للديهات الاطوال دي ثوابت، يعني مسألة زي الماتريكس طبعا بالمنظر ده، دي واحد ده مش متغير يا جماعة، ده قيمة ثابتة، فلما يجي يتفاضل هيبقى بصفر. فممكن تحط ملحوظة لنفسك كده ان دي واحد كونستانت عشان ما تنساش. انا شخصيا بعمل كده عشان ما انساش، ما انا لما ابص على مصفوفة زي كده انا ممكن انسى انا بدات بالمانيبيوليتور كان عامل ازاي، فهنسى ان دي واحد ولا دي اتنين مين فيهم اللي كان ثابت، فانا رايح نفسي واكتب الثابت ده كان اسمه ايه بره. فهنا لما اجي اعمل المكون الاولاني بتاع العمود الاولاني في الجي في، هفاضل الاكس دي بالنسبه لسيتا واحد تبقى سالب سي واحد دي تلاته، وبعد كده هفاضلها بالنسبه لدي اتنين، في دي اتنين مفيش دي اتنين يبقى تبقى بصفر، وهفضلها بالنسبه لدي 3 تبقى سالب اس 1. بعد كده هاخد المكون الثاني هفضل سي 1 دي 3 بالنسبه للمتغير الاولاني اللي هو سيتا 1 تطلع ماينص اس 1 دي 3، بعد كده هفضلها بالنسبه لدي 2 بصفر،
بالنسبة لدي 3 بسي 1، هفضلها بعد كده المكون زد بالنسبة للمتغير الأولاني بصفر، مفيش حاجة عندي في سيتا 1. بعد كده المتغير التاني دي 2، لما تيجي تفضلها المتغير الوحيد اللي هنا هو دي 2 تبقى 1، وبالنسبة لدي 3 صفر، مفيش أي حاجة. خلصت انت كده بقلب جامد تبدأ تكون الجاكوبيان بتاعك، وتقول ان الجاكوبيان عبارة عن، ما تنساش ان حتى لو بدأت بالجي في فهو ده بينكتب تحت، ماشي؟ هبدأ اكتب اللينير الاول، سالب سي واحد دي 3، سالب اس واحد دي 3 وصفر، وبعد كده صفر صفر واحد، وهنا صفر صفر واحد السرعة الخطية، صفر 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 سرعة دورانية. الموضوع ده ثابت يا جماعة، دي 3 يعني بلاش اقول الموضوع ده ثابت لان في ناس ممكن توقف شوية، بس لحد ما يعني عايز اقولك ان احلى مسألة اللي بيكون فيها بريزماتيك جوينتس، ويعني والجمال كمان كله بيبان مثلا لما بيجي لك اللي هو الكارتيزيان مانيبليتور مثلا، انت هتشوف المسألة بتاعته الجاكوبيان عامل ازاي، جاكوبيان صغير جدا وبيطلع على طول يعني كده، انت جبت الجاكوبيان والمسألة بتاعتك خلصت. طيب المفروض ان انا هوريكم بقى ايه تاني، انا عاوز بس اوريكم، لا قبل ما ندخل في المسألة التانية، ازاي ممكن احسبها ككروس برودكت يبقى انا هعمل عليها مره واحده. دلوقتي هشوف ازاي لو انا عايز احسبها اللي هي الجي في باستخدام الطريقه المكتوبه في الكتاب اللي هي بتقول ان لو الجوينت بتاعت حضرتك بريزماتيك، هنعمل كده صح، يبقى الار اي ناقص الواحد تو زيرو في الزيرو زيرو واحد، هي دي السرعه الخطيه بتاعتها، ولو الجوينت بتاعتك دي ريفوليوت فالار اي from i من i ناقص 1 لل 0 مضروبه في 0 0 1، يعني هتجيب لي اخر عمود، دي كروس برودكت في ال o n to 0 ناقص ال o i ناقص ال 1 to 0، هي ديت الجاكوبيان ماتريكس بتاعتي. طب اجي الاول اعرف اجيب ازاي، احنا قلنا ان ال o ده الفريم، يعني ده الاوريجين بتاع الفريم، اجيب الاوريجين بتاع اي فريم منين؟ والله انت لو عندك التوتال ترانسفورميشن ماتريكس او عندك الهوموجينيس ترانسفورميشن ماتريكس اللي هي الاي او تي، فانت العمود الاخير ده اللي بيعبر عن البوزيشن بتاع الفريم. يعني لو انا جيت عند الماتريكس اللي اسمها اي 1 دي وبصيت على الجزء الاخير ده، يبقى الاوريجن بتاع الفريم اللي اسمه 1 هو 0 و0 ودي 1، ماشي؟ فالفريم اللي هو اسمه او 1 تو 0 هجيبه من الماتريكس اللي اسمها اي او اي 1 او اللي هي تي 1 تو 0، واخد اخر عمود فيها، فالماتريكس تي 1 تو 0 هي الاي 1، فده اللي هو 0 0 دي 1، ماشي؟ والماتريكس ولو انا عايز اجيب الاو 2 تو 0 فده احنا هجيبه من الماتريكس تي 2 تو 0 توتال ترانسفورميشن ماتريكس، يبقى هو 0 0 دي 1 زائد دي 2، والاو لحد ما بتخلص اللي هو الاو ان تو 0 هجيبه من التوتال ترانسفورميشن ماتريكس اللي هي تي ان تو 0. كده انت عرفت ازاي مبدئيا بتجيب الاوريجن اصلا يعني، فده مفيش فيه مشكله. الاوريجن بتاعنا هنا اللي هو يعتبر المهم اللي هو بتاع الاند افكتور، فده كده الاوريجن بتاع الاند افكتور، ماشي؟ اللي هو جاي من تي ان اللي هي 3 تو 0. طب ده واحد. طب ما نشوف كده الاول الجاكوبيان ماتريكس ده اللي هو الجي في هنجيبه منين، يعني احنا لسه ما اتكلمناش عنه انا هجيبه ازاي. فنكون المصفوفه بعد كده ندور، امرها سهل، احنا عاوزين نجيب ايه؟ اول عمود عندي السرعه بتاعه السيتا 1، والعمود الثاني بتاعه الدي 2، والعمود الثالث بتاعه الدي 3. بما ان سيتا 1 دي ريفوليوت فده القانون بتاعها اهو، يبقى انا مضطره ان انا علشان اجيبها عاوز اجيب الار اي، الاي دي هتبقى بواحد ناقص واحد يبقى بصفر، ار من صفر لصفر مضروبه في 0 0 1 اللي هي تطلع 0 0 1، ماشي؟ جميل. 0 0 1 مضروبه كروس برودكت، ما تنساش ان هو كروس برودكت، في الاو 3 تو 0 ناقص، شيل الاي وحط مكانها صفر، الاو 0 تو 0 الاي دي هنشيلها ونحط مكانها 1 تبقى 1 ناقص 1 بصفر، او 1 تو 1 هي ب 0. طبعا الاوريجن بتاع فريم 0 تو 0 0 0 0 اللي هو بتاع الريفرنس فريم يعني. كده انا خلصت الجوينت الاولانيه، هي خدت مكان كبير قوي. الجوينت الثانيه ماشي هطبق عليها القانون ده، يبقى الار 2 ناقص 1 تبقى 1 تو 0 واخد اخر عمود فيه، والجوينت الثالثه يبقى ار اي ناقص 1 يبقى 3 ناقص 1 يبقى الار 2 تو 0 وهاخد اخر عمود فيه.
طب ما نبص على السهله كده الاول. ار 1 و0 هاخدها من الماتريكس اللي اسمها ايه 1 و0 اهي، واخد اخر عمود فيها اللي هو 0 0 1 قصدي واحطه. يبقى انا مبدئيا عارفه ان اللي في النص ده 0 0 1، واللي لسه فاكر الجاكوبيان في السلايد اللي قبلها كان 0 0 1 اللي هو في النص يعني اللي هو لينير جاكوبيان. طب وار 2 0 هاخدها من الماتريكس اسمها تي 2 0. يا ريت الناس ما تنساش تاخد من تي 2 0 مش من اي 2. يبقى من تي 2 0 هروح لها اللي هي دي كده، واخد الحته الاخيره دي العمود الثالث فيه ماشي، فيطلع ماينس اس 1 سي 1 و0. يبقى مبدئيا كده انا عرفت اجيب العمودين الاولانيين. نرجع كده نبص على الجاكوبيان القديم اهو، ده الجاكوبيان انت جبته بالتفاضل، فمبدئيا كده انت متاكد ان الاثنين دول صح. ناقص بقى اجيب الراجل الطيب اللي هو الاولاني ده الكروس برودكت اللي انا لسه مانيش عارف اجيبه ازاي. الار تو 0 اللي هو من 0 ل 0 مضروبه في 0 0 1 هي تبقى 0 0 1. هضربها بقى كروس برودكت في الفرق ده. الاول اجيب مين الاو بتاعتي، الاو 3 تو 0 دي اللي هي مين بالظبط، اللي هو اخر عمود احنا اتفقنا عليه اللي هو ده سالب اس 1 دي 3 سي 1 دي 3 ودي 1 زائد الدي 2. طيب والاو 0 تو 0 ده اللي هو مين، اللي هو 0 0 0. طيب ده ناقص ده اللي هو الرقم ده كله ناقص ده هتديني ده. يبقى مبدئيا انا عايز اضرب كروس برودكت عمود اسمه 0 0 1 في عمود تاني اسمه اس 1 دي 3 سي 1 دي 3 دي 1 زائد دي 2، يضربوا بعض كروس برودكت عشان يجيب لي اللي انا عاوزه. دلوقتي انا هنقل على سلايد جديده علشان اشوف ازاي ممكن اضرب دولت مع بعض كروس برودكت. نكتب كده الاثنين فيكتور، الفيكتور الاولاني هسميه مثلا بلاش في احسن هسمي فيه، الناس ممكن تفتكر ان هو ايه حاجه يعني ماشي، عشان همسح البتاع ده عشان انا بحب احافظ على السلايد بتاعتي نضيفه شويه. يعني دايما شايفين كده السلايد ما شاء الله هي ولا نضيفه ولا حاجه، بس انا عاوز ارتب حتى شكلها كده 001. ان لو انا كتبت في 1 اخاف بس الناس تفتكر ده سرعه، يعني ده كنايه عن في او جاكوبيان، فعشان كده مش عايزه احط في يعني مش عايزه احط الرمز ده خالص. والفيكتور الثاني اللي هو اسمه ماينس اس 1، واضح ان انا بضغط على بتاع وانا مش واخده بالي، ماينس اس 1 دي 3 فوق قوي سوري اس 1 كده صعب قوي، ماينس اس 1. طب خلينا نكتب تحت طالما هو مش عاجبه الحته اللي فوق دي، هو مش عاجبه خالص فعلا، ماينس اس 1 دي 3 وال 1 نسي الجاكوبيان سي 1 دي 3 ودي 1 زائد دي 2. تمام دولت كده الاثنين فيكتور ده وده انا عايزه اضربهم مع بعض كروس برودكت ماشي. هعمل ايه؟ الاول خد الفيكتور الاولاني هتكتبه كده 0 0 1 وارجع كرره تاني 0 0 1. الفيكتور التاني نفس الحكايه تكتبه بنفس الطريقه سالب اس 1 دي 3 سي 1 دي 3 دي 1 زائد دي 2، بعد كده ماينس اس 1 دي 3 سي 1 دي 3 ودي 1 دي 2. عملناش حاجه خالص، اللي احنا عملناه ان احنا قعدنا كتابه كل فيكتور مرتين. بالمناسبه في حد ممكن يقول لي ايه طب هل ترتيب الفيكتورز يفرق، يعني ممكن ابدا بده الاول وبعد كده ده اي حاجه ضرب يعني عمليه عاديه، يعني احنا بنضرب ضرب عادي يعني احنا هو كروس برودكت بس الضرب الداخلي ضرب عادي، فانت عاوز تحط ده الاول او عايز تحط ده الاول انت حر. المهم كده خلاص انت كتبت لكل فيكتور قررته مرتين، هتبدا من هنا تضرب ده في ده صفر في دي 1 زائد دي 2 بصفر ناقص ده في ده يبقى سي 1 دي 3. ده كده الجزء الاولاني من الفيكتور. خد بالك ان الكروس برودكت بتاع مثلا بلاش برضو اسمي كي،
بتاع اي فيكتور مثلا ام واحد في ام اتنين ككروس برودكت بيديك مثلا ام تلاتة فيكتور تالت ماشي. فانت ده تلات ده كومبوننت دي فيكتور تلاتة وده تلاتة تلاتة كومبوننت يعني، فانت هيديك فيكتور كده ماشي مبدئيا. انت عارف ان ده هيطلع، فانا عارفه ان في حاجه هتطلع هنا كومه حاجه وبعد كده كومه وبعد كده حاجه تانية، انا عارفه ان ده هيحصل ماشي. فهنا هضرب الصفر في ده ناقص ده في ده، وبعد كده الواحد في ماينس اس واحد دي تلاتة تبقى ماينس اس واحد دي تلاتة ناقص دي واحد دي اتنين في الصفر بصفر، وبعد كده هي ناقص صفر، وبعد كده الصفر في سي واحد دي تلاتة ناقص صفر في اس واحد دي تلاتة صفر. يبقى الفيكتور بتاعك بتاع حصر الضرب التلاتة دولت مع بعض ترجع بقى تكتبه كعمود، سالب سي واحد دي تلاتة ماينس اس واحد دي تلاتة وصفر. في مشكلة كده؟ تعال نتأكد اللي احنا عملناه ده كان صح ولا كان غلط. نتأكد منين؟ نتأكد من الجاكوبيان اللي احنا عملناه بالتقابل اهو كده، احنا اتأكدنا ان احنا جبناه كله صح. هتاخد بقى الفيكتور اللي انت جبته ده وتحطه في الاول، وبعد كده الاثنين اللي انت جبتهم بعد منه كده انت جبت لينير جاكوبيان. عشان كده كنت بقول لكم لينير جاكوبيان انا شايفه بكتير ان موضوع انك تجيب البوزيشن بتاع الاند افكتور وتفضله ده اسهل بكتير او بمراحل فائقه يعني. بس الطريقتين قدامك وانت حر في الطريقه اللي تستخدمها، بس باكد عليك تاني وانت بتاخد الكروس برودكت لو انت حبيت الطريقه دي بتبدا من العمود الثاني اهو بتكتب العمود مرتين تكرره مرتين، وبعد كده تبدا من العمود الثاني عمليه الضرب اللي فوق في ده ناقص ده، يبقى دايما الحاجه الثانيه قبلها ناقص عشان بس تحافظ على الاشارات وما تتلخبطش. الطريقه دي اللي انت هتلاقيها في كتاب سبونج بالمناسبه، هي ديت الطريقه الموجوده في كل المراجع اللي هي طريقه الكروس برودكت اللي بيحلها كلينير الجبرا يعني. لكن احنا اتعاملنا معاها ايه، ان انت لو عندك بوزيشن وعايز تجيب السرعه وتفضله، فاحنا عملنا بنفس الطريقه دي. نشوف بقى المساله اللي بعدها.